أنا انت عارف انه مجنون بتشغله معاك ليه؟ انا عايز افهم وبتقول انت... عمل الحكايه دي 3 4 مرات قبل كده ليه سايبه؟ الصندوق ده ب 500 جنيه نحل الموضوع. طب ماشي هديك اللي انت عاوزه بس نخلص. لا انا سيبه لك. انا مش عايزه ولا عايزه ولا عايز القفل. انت تصرف فيه انت. اتصرف انا بمعرفتك فيه. انت اديني 300 وانا اخد المونه. اديني بديك حلول. الله كم حل حضرتك دلوقتي قلتها لك؟ انا هقعد بقى نحكي احنا بقى. انا عاوز افهم. هفضل في الليله السودا دي كده كتير؟ ازعاج لي ليه؟ انا راجل ملك. السلام عليكم. السلام ورحمه الله يا باشا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ده حته الجلد دي ما تلقاهاش دلوقتي. حضرتك حضرتك اهلاوي ولا زملكاوي؟ زملكاوي. حضرتك زملكاوي؟ قلت لي حضرتك زملكاوي؟ زملكاوي. انت يا عم انت هو فين صاحبك يا عم؟ انت يا عم انت قلت له حاجه زعلت يا عم؟ ما قلت بيقول لي انت زملكاوي ولا اهلاوي. اتفاجئت بقول له زملكاوي اتفاجئت راح كلبشني كده. يا ابني اتصرفوا يا ابني اعملوا اي حاجه. السلام عليكم يا رجاله. لموا الصناديق والمونه يلا عشان تحطوها على التروسيكل. يلا ايه ده يا عم انت؟ ايه ده؟ شوف يا عم انت الراجل اللي كان قاعد هنا دوت ربطنا. انت بهدلت الصندوق كده ليه يا عم؟ بهدلت الراجل اللي كان يعني الصندوق ده انت عارف ثمنه كام حضرتك لما تكسره؟ بهدلته يا عم. انا مالي امال ثمنه؟ هديك ثمنه بس اتصرف وكني. وانت قاعد ليه كده؟ قوم قوم يا ابني اسندك اهو. اسندك يا حبيبي. في ايه؟ في ايه يا عم؟ ما انت شايف في ايه؟ ما هو مربوط قدامك اهو. الراجل اللي كان معاكم هنا دوت ربطني ومشي. الراجل اللي كان هنا؟ ايوه يا عم صاحبكم اللي كان هنا. قولوا له نعسان. صحوه يا اخويا. انا نعسان ايه يا اخويا؟ بقول لك نعسان يا عم. صحيه ما ينفع. بقول لك نعسان يا عم. صحيه يا عم. يا عم صحيه يا عم. انت مش فاهم. هو الواد نعسان اللي عمل فيك المقلب ده. طب تجيبه لي من تحت الارض. انا جيت واقف بلمع الجزمه لقيته بيحكي معايا. انا قلت مين ده اللي بيحكي معاكم؟ هو زفت سعفان ده ولا نحسان ولا اسمه ايه؟ لا اسمه نحسان. نحسان نحسان يا سيدي. بيحكي معاك بيقول لك ايه؟ بيقول لي انت زملكاوي ولا اهلاوي؟ قلت له زملكاوي. ليه؟ يا عم انت ليه يا عم تقول له كده ليه؟ ويا جريمه يا عم انت لما اقول له زملكاوي. يا عم هو اهلاوي. انا خلاص اتخنقت. هتكسر الصندوق. هكسره وهكسر ابوه كمان. خد الصندوق كله ب 500 جنيه. دي مش فلوس. هعمل بيه ايه الصندوق ده؟ لو سرحت بيه عيل بيعمل لك في اليوم 150 جنيه. يا عم انا راجل مهندس اسرح بصندوق. حضرتك طالب مني ايه؟ اعمل ايه؟ تفكني دي. هو انا اللي قفلتك؟ صرف وفك. مش انت المعلم بتاعه؟ انت عارف انه مجنون بتشغله معاك ليه؟ انا عايز افهم. وبتقول عمل الحكايه دي 3 4 مرات قبل كده ليه سايبه؟ الصندوق ده ب 500 جنيه نحل الموضوع. طب ماشي هديك اللي انت عاوزه بس نخلص. لا انا سيبه لك. انا مش عايزه ولا عايزه ولا عايز القفل. انت تصرف فيه انت. اتصرف انا بمعرفتك انت. اديني 300 وانا اخد المونه. اديني بديك حلول. الله كم حل حضرتك دلوقتي قلتها لك؟ انا هقعد بقى نحكي احنا بقى. انا عاوز افهم. هفضل في الليله السودا دي كده كتير؟ ازعاج لي ليه؟ انا راجل ملك.